اختياراتي مدمرة حياتي يا عيني، اختياراتي مدمرة حياتي يا عيني. أنا ما سبتش الطيران عشان التمثيل، هقعد في الدار حدينا حدا ماما شوية، نروح الزجاجيك شوية، يعني مش الواحد مش له خطط. بالفعل هو بيرفض حاجة زي دي، وأنا أصلا من قبل ما أتجوز أنا كنت برفض حاجة زي دي. أنا بص هتخس في حب النص. هو مش حابب يظهر في السوشيال ميديا خالص، وانا مش حابه ان انا حياتي تبقى على الملأ. ما ينفعش، احتراما للفنان اللي عمل الدور ده ميدالي، انا ما اقدرش اقول. بس انت بنرحب بيكي معانا في فركش تي في، وبنبارك لك الاول على مشاركتك في مستر اكس، فحابين بقى انك تتكلمي معانا عن اول عن ترشيحك للفيلم. الله يبارك فيكي حبيبتي. بصي، ترشيح الفيلم كان احمد فهمي هو اللي رشحني، ولقيت استاذ كريم ابو ذكري بيكلمني بيقول لي احمد عايزك معايا في فيلم ماستر اكس. هو انا ضيفه شرف فيه، والفيلم يعني فيه كميه نجوم ضيوف شرف كتير جدا، وعايز اقول لكم القصه حلوه قوي وجديده وهتعجبكم جدا. مش هعرف احرق قوي لان هو انا ضيفه شرف. مشاهدي مع قصقص واحمد فهيم، لا والله بصي، هو الاجواء معاهم حلوه قوي، ناس بتديكي في الاداء يعني بتسلموا بعض، الجمل والمشاهد حلوه قوي. ده اول تعاون اصلا ما بيني وبين قصقص وما بين احمد فهيم، بس ان شاء الله عايز اقول لك هتشوف حاجه هتعجبك جدا. عايزين نعرف من بسنت ايه الاختيارات اللي دمرت حياتها. والله هي كانت بتبقى اختيارات في اصدقاء مش تمام، يعني اصدقاء مش لطيفه، هي دي كانت اختياراتي دايما بتبقى فيهم غلط. فالحمد لله دلوقتي يعني الواحد بقى عارفه بيكبر وبيعقل، فدلوقتي بقيت بحاول ان انا ايه انتقي زي ما بيقولوا كده اختياراتي في الناس شويه. كانت صديقه ليا، والبنت دي انا يعني كان في شواهد بتقول ان هي مش كويسه في حاجات او ان هي ما بتحبنيش في حاجات، بس انا عشان عارفه لما يحب صديقتك قوي او صاحبتك قوي فبتتغاضي بقى عن اي حاجه. فهماني؟ فللاسف يعني خدت بقلب، خدت على قفايا حلوه قوي. فدي كان أسوأ اختيار ان انا اعرف البني ادم دي. اختياراتي مدمرة حياتي يا عيني، اختياراتي مدمرة حياتي يا عيني. لسه بحفظها. وش بإذن الله في مسلسل 72 ساعة، هو اسمه 72 ساعة. بإذن الله المفروض هنبتدي تصوير، وإن ربنا أراد يعني من بكرة، وأنا مشاهدي تبقى بعد العيد إن شاء الله. قصة حلوة قوي، وقصة جديدة ومختلفة، يعني ما اتعملتش هنا قبل كده، وإن شاء الله يعني ترد قريب بنسبة كبيرة، هيبقى على منصات بإذن الله. مختلف شوية بس الحمد لله المرة دي مش طالعة شريرة كالعادة، يعني الحمد لله. طب مين الأبطال اللي معاكي؟ معانا هدي كرم، معانا إن شاء الله نبيل عيسى، لا معانا مجموعة حلوة قوي إن شاء الله هتتبسطوا. بس أنت هتكلم معاكي عن بدايتك خالص، يعني كان أول فيديو على السوشيال ميديا فيديوهات وكده. الفترة الأخيرة شفنا إن في فنانين كتير قوي بيهاجموا المشاهير السوشيال ميديا اللي بيشاركوا في أعمال، وبيقولوا إن هم بيشتغلوا وإحنا قاعدين في البيت، فيعني إيه ردك على ده؟ والله بصي، ردي إن هي ما بتتقاسش كده أبدا، هي بتتقاس بالجمهور، حابب مين يطلع ومش حابب مين يطلع. وفي الاول وفي الاخر ده رزق ونصيب بتاع ربنا سبحانه وتعالى، توفيق من ربنا مش بايدينا احنا، فمفيش حاجه اسمها حد خد رزق حد. طب ما في ناس اوكي هم ممثلين في الاساس، بس مثلا الجمهور حب حد تاني غيرهم من السوشيال ميديا، كان اقرب لقلبهم حد تاني، فهي ما بتتقاسش كده ابدا، دي كلها توفيق ورزق من عند ربنا. لا بصي، هو انا لما سبت الطيران سبته لظروف صحيه، وانا روحي في الطيران، انا عاشقه للطيران، فما سبتوش عشان خاطر التمثيل، لا هي جت كده سبحان الله من عند ربنا ان انا سبت. بعديها بقى دخلت ان انا المجال السوشيال ميديا وبعدين التمثيل، فانا ما سبتش الطيران عشان التمثيل. لا في الاول لقيت صدمات شويه وخوف ورهبه، ولا والمجال ما احنا ما نعرفش السيستم فيه ماشي ازاي، هل مرهق جدا، هل الدنيا لطيفه، احنا ما نعرفش الناس اللي هتتعاملي معاهم عامله ازاي. بس فوالدتي كانت ملازمه ليا على طول، هي واختي، يعني اروح اي لوكيشن اي قناه تستضيفني اي حاجه، مامتي واختي كانوا معايا دايما، لحد ما خلاص بقى ابتدوا يعرفوا الدنيا والدنيا امان، وخلاص بقيت لوحدي بقى، بنطلق لوحدي. بدايتك كانت مع الفنان اكرم حسني، بسبوسه بالسمنه منقطه. يعني ظهرت في اغنيه ما زالت لحد النهارده معلقه مع الجمهور، رغم برضه ان الفنان اكرم حسني قدم اغاني كتير، بس الاغنيه دي ما زالت لحد النهارده ليها مكانه خاصه، فايه السر في كده؟ والله بصي،
هقول لك تاني ان هي فعلا توفيق من عند ربنا. ثانيا اكرم كريتيف قوي، يعني اكرم بيكتب الكلمات والحاجه في محلها زي ما بيقولوا بالظبط. فالاغنيه كانت خفيفه وكانت لطيفه وعملت صدى حلو قوي اول يوم في رمضان. ف الفكره كمان ان هي عارفه الاطفال تحب تسمعها، الكبار تحب تسمعها في الافراح في المناسبات، الناس بتشغلها، اغنيه لطيفه خفيفه على القلب كده. هل تخلى مثلا اكرم حسني عن بسنت بعد يعني الفتره الاخيره ما شفناكيش معاه في اي اعمال هو قدمها؟ لا خالص، لا ما تخليش، لان حصل ان كان في كذا حاجه هنشتغلها مع بعض لكن بتبقى ربنا ما عارفه ما قررتش ان هي تتم او تكمل، فهو لا ما خلاش يعني تكملش من انت مثلا بترفضي او هو بيبقى يعني لا بتبقى مثلا ظروف انتاجيه حصلت، ظروف خارجه عن ارادتنا حصلت، يعني كذا حاجه كنا ندخل فيها انا واكرم مع بعض بس ربنا ما قررش. الموضوع دلوقتي تقلب لتنمر يعني اكتر، فانت وضايق ناس كتير وما زلت انت مكمله في الموضوع ده، فيعني ما بتضايقيش مثلا او ما بقاش لما الموضوع قلب لتنمر خصوصا شرقيه بلدك، فبتتعاملي ازاي مع الموضوع ده؟ لا بصي، وانا لما عملت اصلا الفيديو بتاع الشرقيه ده انا عملته اصلا عشان الناس كانت بتتنمر بطريقه تانية، اللي هو انتوا عزمتوا القطر، انتوا عندكم الفرخه ملهاش وراك، انتوا عندكم، فحبيت اوصل للناس بطريقه لطيفه. يعني اللي هيشوف الفيديو هيلاقي ان انا بوصل الناس بطريقه لطيفه ان احنا يا جماعه ما عندناش كذا وما عندناش كذا وما عندناش كذا، بس حبيت اعمله باللهجه اللي فيها عندنا بعض الكره بتتكلم بيها عشان يبقى قريب من قلب الناس. فانا مش شايفه ان في حاجه تضايق الناس، لان اللهجه دي ستيل موجوده في بعض القرى عندنا، ومش شايفه حاجه تضايق الناس، لان لما مثلا نيجي نعمل مسلسل بالصعيدي او بالبورسعيدي او نتكلم ايوزه الاسكندرانيه، اصل هو الموضوع قلب تنمر. لا اصل هو انا مسافه بقول ان انا من الشرقيه، فبتلاقي الموضوع اللي هو الفرخه ملهاش وراك. مش تنمر، ممكن يبقوا واخدينها ضحك وهزار، مش لا اصل هيتنمروا علينا ليه؟ الحمد لله والشكر لله الشرقاء معروفين، يعني يتنمروا علينا ليه؟ في العيد باذن الله يعني في الاغلب هقعد في الدار، حدينا حدا ماما شويه، نروح الزجاجيك شويه، يعني مش الواحد مش له خطط، يعني مش هعمل حاجه، مش هخرج يعني جوي، هتبقى كلها في الدار، حدايا بقى حدا امي، يعني اي حاجه، حدا حماتي. ناكل بقى فته وبتاع ولحمه وكبده ونروم عضمنا بقى. بتحب الفته؟ ايه اكتر حاجه بتحبها بقى في اكل العيد؟ يعني بيبقى فيه ممبار وعكاوي وفته والحاجات دي؟ لا العكاوي ماليش فيها قوي، بحب الممبار جدا. بحب الفته قوي، بس انا عدوه التوم، فانا ما باكلش الدقه اللي معاها اللي فيها توم دي، اكل بس يعني ممكن اكل الفته عيش ولحمه ورز من غير حتى الصلصه، مش فارقه معايا. فجاه اعلنتي انك خلاص اتجوزتي، نزلت صورك بالفستان الابيض، فما نزلتيش صور زوجك معاكي، فاللي هو هل ده مثلا هو كان رافض يظهر معاكي سوشيال ميديا او الاعلام، ولا انت اللي قررتي كده؟ يعني ليه موضوع فجاه بالفستان الابيض؟ كان في غموض شويه. لا هو بصي، هو كان قررنا احنا الاثنين مع بعض بصراحه، هو مش حابب يظهر في السوشيال ميديا خالص، وانا مش حابه ان انا حياتي تبقى على الملأ. انت شايفه الناس بيحصل ايه لما حد ينزل صورته على الملأ بقى؟ بتلاقي اللي عارفه التدخلات بقى مش لطيفه بتحصل في حياتك، فانا حابه ان انا افصل حياتي الشخصيه عن حياتي الفنيه، ما تبقاش على الملأ. ومع ذلك لقيت ناس، طب انت ما نزلتيش الصوره ليه؟ اكيد في حاجه غلط يعني. ده خايفه من الحسد مثلا؟ لا بصي، لا الحسد مذكور في القران طبعا، بس يعني الجواز الدنيا العالم كله بيتجوز، بس الفكره ان انا لقيت كومنت كده غريب جدا، لقيت واحد بيقول لي انت اكيد عامله حاجه غلط عشان ما نزلتيش صوره جوزك. قلت له اديك قلت جوزك، فين بقى الغلط اللي انا عاملاه؟ انا 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 يعني قلت له فعلا في ناس بتبقى غريبه، مش عاجبها حاجه، يعني ننزل صوره لحياتنا تقول لك لا انتوا بتدخلونا في حياتكم ليه وانتوا حياتكم على الملأ، ما ننزلش ونحترم رغبه الناس ونحترم حياتنا الشخصيه ما يعجبش برضه. فانا قررت ان انا وهو لا، يعني حياتنا دي لينا لوحدينا. لما في بدايه الارتباط وكده كان في بعض، يعني هو يرتبط بممثله، في مواعيد شغل، في ما فيش انضباط اصلا في البيت مواعيد وكده، كان ايه؟ كان في تحفظات في البدايه يعني اللي هو حط شروطه مثلا، او موضوع بدا ازاي؟ بصي، هو احنا اتفقنا مع بعض، عملنا ديل كده مع بعض ان اي سيناريو هيتعرض عليا لازم هو ياخد رايه فيه، وبنتناقش فيه، والله انت شايف ان هو مناسب ليا، الدنيا تمام، اوكي، مش اوكي، خلاص انا بعتذر عن العمل. بس مواعيد، ما هو معروف كده كده ان مواعيد التصوير بتبقى مختلفه، يعني هو بيرفض مثلا لو الدور اللي انت هتقدميه فيه جراءه او بالفعل هو بيرفض حاجه زي دي، وانا اصلا من قبل ما اتجوز انا كنت برفض حاجه زي دي. بصي
اولا هي حريه شخصيه، اللي حابب يعمل كده يعمل كده، انا ما بحجرش على راي حد تماما. الفكره كلها ان انا احب ان انا لما حد يشوف لي انا عمل كبسنت، مش مضطرين لو في اطفال ان هم يقلبوا التلفزيون، مش مضطرين لو في ناس كبيره قاعده بتتفرج يقلبوا التلفزيون. انا احب ان انا الحاجه تبقى تمام، مش محتاجه حد يعني ايه يخاف ان طفل يشوف قبلة او حاجه، فدي بتبقى مهمه بالنسبه لي قوي. وارجع اقول تاني ان كل بني ادم ليه وجهه نظره، كل بني ادم حر. بس انت تفضلي متمسكه برايك ده، ولا مثلا قدام لو الموضوع ما لقيتيش ادوار او الاغلبيه الادوار اللي تعرضت عليكي كده فانت مضطره توافقي، علشان مثلا الدور ده يفرق معاكي كاسم برضو، يبقى يعني حجم الدور كبير برضو، كفلوس الدور برضو اكبر، يعني ممكن توافقي في الموضوع ده ولا؟ طب ما هو اتعرض فعلا وانا رفضت حاجات كتير من قبل ما اتجوز، من بعد على طول ما عملت بسبوسه كانوا عايزين يحصروني كده في ادوار معينه، اطار معين، وانا قلت لا، رفضت واعتذرت عن الادوار دي كلها، وتمسكت ان انا اعمل ادوار تبقى مريحه ليا انا. بسبوسه بالسمنه منقطه، يلي ريس عليك العطا، انا عايزه اتوب من العطاطا وده باختياري، اه يا ماجستير في الهاشتاكة، انا قلبي جالك هشتاكة، وانت ولك انك حاسس بناري. انا بص 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 هتخس في حبي النص، تمشي وعينك بتبص وقلبك هيشوف البيضة، اجدع منك اهو نخ، انا سهل اعمل لك فخ، وانزل تختخ الخ الخ استحمل لو جدع.